فاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، هدف رائع جدا لبيرسي تاو وباقي على حسم الدوري وفوز الأهلي بدرع الدوري هذا الموسم 5 نقاط. 5 نقاط يعني المباراتين القادمتين بإذن الله ممكن جدا النادي الأهلي يكسب ال6 نقاط وبالتالي يعلن رسميا بطل للدوري العام في لقاء الاتحاد القادم ثم لقاء الزمالك يوم الخميس المقبل. النهارده الأهلي لعب مباراة قوية جدا مع الإسماعيلي، ولكن كان المستوى الفني في الشوط الأول عكس الشوط الثاني، والنهارده كولر حتى في التغييرات او في التشكيله كلام كتير جدا على مباراه الاهلي والاسماعيلي النهارده، لكن كانت مباراه جماهيريه، الاهلي محتاج النقاط، الاسماعيلي محتاج النقاط، فبالتالي هنرصد كل ده النهارده من خلال حلقه برنامج في كتفك يا اهلي، وهنتكلم بكل التفاصيل دي من خلال منصتي يلا كوره وجي ال سي. في البدايه برحب طبعا بزميلي وصديقي العزيز كريم سعيد. مساء الفل يا كيمو. مساء الفل يا محمد، مساء الفل لكل متابعي برنامج في كتفك يا اهلي مع جي ال سي. واكيد النادي الاهلي اصبح يعني على مقربة من حسم بطولة الدوري ودرع الدوري الممتاز إذا تحصل على 5 نقاط فقط من أعتقد الأهلي بقيله حوالي 5 أو 6 مباريات. فموضوع يعني أعتقد هو مسألة وقت، مسألة وقت. الفكرة يا محمد كل ما الوقت ده بقى مبكر كل ما الفريق استفاد، وإن كان طبعا أنت النهاردة أنا في وجهة نظري حليت المعضلة للعيبة نادي الأهلي لما بشرتهم بأن مباراة السوبر احتمال كبير ان هي يتم سوبر افريقيا اللي هي يوم 13/8 في السعوديه. المباراه دي في وجهه نظر يعني بالنسبه للعيبه هم بصراحه هم كبير، يعني انت موعدها صعب قوي، انت خلاص بتخلص السيزن وعايز تشم نفسك بقى، يعني شهر اخد اجازه اطلع مع الاولاد اصيف يعني اعمل اي حاجه بعيد عن الكوره. والبني ادمين كلنا كده بصراحه، لما بتقعد في شغلك وقت طويل بتبقى انت عايز بقى خلاص تغير الجو، عايز يعني تاخد بريكز او تاخد برهه من الراحه يعني. فانا اعتقد ان كل ما تم التبكير في حسم الدوري كل ما الدنيا باللعيبه بقى عندهم مساحه ان هم يشموا نفسهم. نخلي بقى برده هيبقى الضغط على الفريق الفتره الجايه بطوله كاس مصر، بطوله كاس مصر هي البطوله الوحيده هيبقى ليها يعني ماتشات مهمه مؤثره. الاهلي خد ال5 نقاط الباقيين له على الدوري، مثلا فاز على الاتحاد ثم نادي الزمالك واحتفل، طبعا تبقى حلوه يعني انت تحتفل بالدوري ماتش الزمالك بالنسبه لعيبه الاهلي وبالنسبه للجمهور تبقى حاجه كويسه جدا، بس بتوفر لك انت بقى اعتقد حوالي شهر بالظبط ممكن يعني ساعتها يبدا كولر تدريجيا يعطي اللعيبه بعض الراحه، يعني يبدا يقسمهم. انت ما انت عارف كولر مش يجي مره واحده يحقق ليه يلا 18 لعيب اجازه واروح جايب 18 لعيب جداد يلعبوا المباراه المتوقعه، يعني عقليته مش هتعمل كده اكيد. بس طبعا الفيصل برده نقطه مهمه، ماتش السوبر لما يطلع قرار رسمي بان المباراه اتاجلت يبقى انت كده خلاص هتخلي شهر 8 ده يفك شويه على اللعيبه. اكيد اكيد. طيب ماتش النهارده المستوى الفني فيه ما كانش كبير، ولكن مباراه قويه فيها نديه فيها جري كتير فيها التحامات كتير. بص هو خلينا نحط مبادئ عشان الناس برده تبقى فاهمه الدنيا. بعد ما انت بتحسم بطوله كبيره زي بطوله دوري ابطال افريقيا بالسيناريو اللي شفناه ده، اللعيبه غصب عنها دي حاجه طبيعيه، حاجه بشريه بتبدا تفك، دي حاجه طبيعيه. لو تفتكر مانويل جوزيه زمان كان دايما يقول لك ايه، واحده من اهم تاسكاتي مع لعيبه النادي الاهلي انه ثقافه النادي نفسه عايز يكسب كل البطولات والجمهور عايز يكسب كل البطولات، بس انت عندك مهمه ان انت عايز تشحن شغف اللعيبه بعد كل بطوله. هو قال الكلمه دي ليه؟ ان هو اوتوماتيكلي او تلقائيا الرياضي او لعيب كره على وجه التحديد لما بيحقق انتصار او بيكسب انتصار كبير ضخم بيبدا هو يهدى شويه، زي احنا كده مثلا لما انت بتحقق انجاز كبير في حياتك بعد ما بتحققه يعني صعب جدا عايز تفصل يومين ثلاثه صعب جدا حد يقول لك ايه، بقول لك ايه حققه تاني يوم فهتقول له لا يا اخي يعني ارحمني شويه، ده ردنا التلقائي. فدي بتبقى مهمه المدير الفني ان هو ازاي يشحن. فانا عشان كده بقول للجمهور لازم تبقوا انتوا عارفين دي يعني ايه، بلاش تتقبلوا الاداء في الفتره الجايه بالظبط، بلاش وبلاش تضغط على اللعيبه ان حرام يعني ده ظلم بصراحه حرام يعني ما تطلبهمش باداء اللي هو في فتره البيك بتاعت الموسم لا ما ينفعش، لان هو المفروض اصلا هو بيقعد يتدرب في مستوى عشان يوصل للمباراه بتاعت الوداد دي وهو في قمه مستواه البدني والفني والذهني كل شيء بالظبط. خليني اقول لك ان ماتش النهارده من النادي الاسماعيلي في وجهه نظري كان افضل من فيوتشر. في الشوط الاول كان في حماس، اللعيبه بتضغط بطول الملعب، زخم المباراه الجماهيري اثر على مردود اللعيبه بدات تركز زياده على اللزوم، يعني مركزين اكتر من ماتش طبعا
والسوشيال ميديا واهميه المباراه. النادي الاهلي متعادل مع فيوتشر. النادي الاسماعيلي عنده مشكله كبيره جدا 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 في موضوع قاع الجدول. عايز يجمع اي نقاط بالظبط. فاللعيبه النهارده اهتم بالمباراه اهتمام قوي انهم عايزين يحسموا الدوري. مع مرور الوقت وتاخر الهدف بدات تحس ان اللعيبه برده مضغوطه بدنيا، الاداء لوحده بيقل، وعشان كده بعد الهدف تحس ان اللعيبه استكفت. يعني الاحساس ده ربما كانش عندنا قبل في الفتره قبل ماتش الوداد. كنت بتلاقي ان لعيبه الاهلي يجيبوا الاول، عنده يعني شغف يجيب الثاني، عنده نهم يجيب الثالث. حتى احنا قلنا ان اكتر نتيجه السيد حققت 3-0، وده بيؤكد العقليه الهجوميه اللي عند الفريق. الفريق دلوقتي محمد بكل امان بيفك شويه ان هو عايزين يروحوا للراحه بقى، هم عايزين يشموا عايزين نفسه. ينجزوا شويه عايزين يشموا نفسه. بس عايز اقول لك على حاجه، اتفضل. انت ده هتعمله في توقيت صعب برضو، ما انت داخل على مباراه قويه مع الاتحاد ولقاء الزمالك. بص، لقاء الزمالك انت كسبان دوري مش كسبان دوري، ده لقاء ليه يعني حسابات خاصه عند الجماهير. كل ده انا لا خلاف معاك فيه خالص، وكلام صحيح ومنطقي وكل شيء. بس احنا بنتكلم في حته، يعني انت فاهمني، 90 دقيقه مثلا، يعني في الفتره قبل ماتش الوداد هتلاقي ان انت الاهلي نصك واحد، نصك واحد من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 نفس النصك. دلوقتي من بعد ماتش الوداد هتلاقي الماتش عامل بيطلع وينزل بينزل. يطلع على حسب انت عايز من الماتش، عايز من المباراه نفسها. يعني مثلا ماتش فيوتشر انت بدات مهاجم، الجون ما جاش، هديت بدأ. الماتش بيقرب يخلص تعادل، راحت اللعيبه مزوده شويه باور بالظبط، بس الباور ما جابش، ما عملوش مثلا يعني روح بلس 90، فاهم؟ ما دسوش قوي. النهارده في الاسماعيلي هم طالعين من تعادل بداوا يزودوا في الباور. اول ما الجون جه والماتش هيتحسم خلاص. حتى تحسوا في الاهتمام بالفرص، تحسوا في السرعه في انجاز الفرصه نفسها. يعني النهارده تحس برضو يعني لما بتوصل للثلث الاخير فعلا عند النادي الاسماعيلي اللعيبه حاسه ان الماتش سهل. النادي الاسماعيلي فاهم بيفتقد حاجات كتير جدا جدا يا محمد، يعني بيفتقد الضغط لعيبه النادي الاسماعيلي وحتى بدنيا لعيبه النادي الاسماعيلي. بس النهارده تحس ان الاسماعيلي كان بيلعب مع الاهلي مباراه تحس ان فيها ايكوال، يعني نفس الاداء ونفس المستوى نفس الفرص. الشوط الاول مثلا، الشوط الاول وان سايد جيم، ده الشوط الاول وان سايد جيم تماما. ان الاهلي انا ما شفتش النادي الاسماعيلي عند مرمى محمد الشناوي خالص، يعني نادرا ما شفتهم بصراحه في الشوط الاول. الشوط الثاني النادي الاسماعيلي ما اتحركش غير لما استقبل الهدف، وده كان رد فعل طبيعي لان الفريق يعني بيناطح محتاج نقاط، بيناطح من اجل نقطه. وفعلا الاسماعيلي عنده ازمه كبيره جدا الماتش الجاي مع الداخليه اللي هو اصلا المنافس المباشر له في الهبوط دلوقتي. فانت دلوقتي بتتكلم ان برضو النادي الاسماعيلي بصراحه في فعلا في فجوه فنيه، مش ده الاسماعيلي بتاع زمان. خلينا كان احاول اقول حتى الاسماعيلي اللي خد وصيف الدوري من حوالي 5 أو 6 سنين اكيد الفريق فعلا، لا السنه دي الاسماعيلي فريق فعلا بقاله سنتين يعني كواليتي اللعيبه نفسه فعلا بقى حاجه سيئه جدا. يعني الاسماعيلي فعلا محتاج يفوق لنفسه. ايا كان النادي الاهلي انا في وجهه نظري اللي بيحصل ده طبيعي ولازم الناس كلها تتقبله، ولازم اللعيبه ما تحسش ان احنا كل مباراه، ما هو بكل امانه مش كل مباريات يا محمد تبقى ماتش الوداد اكيد. طبعا صعب جدا، يعني صعب. طيب السؤال ممكن يطرح نفسه، الاداء والمستوى وفي التوقيت الطبيعي ان ممكن يكون في المستوى ده، هل تقدر تحسم الدوري في لقائي الاتحاد والزمالك ولا طبعاً. انت شايف ان لا ممكن كمان نستنى ماتش؟ لا اعتقد ان اللعيبه ومع الجهاز الفني، انت قلت كلمه كويسه قوي، خلينا نفصل ماتش الزمالك ده عن اي ماتشات ثانيه، سواء الدوري محسوم او مش محسوم. ماتش الزمالك فعلا مفصول لوحده ليه حسابات خاصه، لان كده او كده يعني التنافس الجماهيري هيخلي المباراه قيمه لوحدها. ده موضوع منتهي. انا في وجهه نظري كولر هيبدا هو حاسس بالوضع، وهيبدا يقول لهم يا جماعه طب خلونا ننجز عشان نريح بدل ما نقعد. ان انا لو ما حسمش الدوري ما اقدرش ادي راحه اكيد، فاهمني؟ هيستنى كل يعني شويه هيستنى، طول ما انت مديني المبرر لاديك براحه هقدر، اللي هو حسمت الدوري. ولغايه بقى طبعا هتشوف تلعب ماتش الداخليه في الكاس، وبعد ماتش الداخليه الحاج عامر حسين هيحدد لك ماتش دور الثمانية. فممكن لو في فجوه، اعتقد في فجوه اسبوعين تقريبا ممكن تبدا تشم نفسك شويه. لو انت النهارده ما حسمتش الدوري وسبته بقى لاخر ماتشين او ثلاث ماتشات كده، هيضطر كولر ان هو يفضل مستعين بالقوام الاساسي. يعني ممكن انا في وجهه نظري مثلا لو الدوري اتحسم ابدا ادي 4 لعيبه، الاربعه دول راح، بعديها بشويه كده الاربعه دول معاهم راح، تبدا تعمل تدوير حتى في الراحه. اقول لك انا مش هقول لك بتوقع، بس حسب المعلومات اللي ممكن يكون فيها شيء كبير جدا من الصحه، يعني
لو الاهلي حسم الدوري وخلص الدوري واحتفل بالدوري في مباراه الزمالك، في اتجاه ان ممكن يستكمل الدوري بفريق الامل، مجموعه مطعمه الدوري بس، الدوري ويعني الدوري انت عندك ماتش الداخليه في وسط الكلام ده، ماتش الداخليه يوم 30/7 بعد نهايه الدوري. ايوه فمش عارفين الرؤيه بتاعه الكاس هتبقى ايه، بس انت لو اديت راحه للفريق صعب جدا ترجع تلعب ماتشات رسميه يوم 30/7. دي بقول فاهم عشان كده انا فوجئت نظري، بس هو في كلام بيتقال ان انت هتكمل بفريق الامل مع لعيبه مطعمه من اللعيبه اللي ما بتلعبش بشكل اساسي. بس الفكره في ايه يا محمد؟ ما انت بعيد عن المباريات، انا ما اقدرش ادي راحه سلبيه، راحه سلبيه ل 18 لعيب مره وانا في وسط مباريات، وراح قايل لهم هنرجع التدريب يوم مثلا 1/8. مش 1/8، ما تقول عندي داخليه 30/7. ماتش داخليه ده ماتش حاسم، معلش يعني ماتشات الكاس ما لهاش بطوله. لا وما لهاش سيستم، ان شاء الله يا رب يكون بتلاعب فريق من الدرجه الرابعه. بس مانويل جوزي كان بيعمل كده ماشي، بس الاقصد في حته ايه، كان بيسافر ويسيب الكابتن حسام البدري يشتغل. أيوة. وكان بيشتغل بالمجموعه اللي ما كانتش بتشارك. مش مختلف معاك. بس ده حصل امتى؟ حصل لما كان باقي ماتشين في الدوري ما لهمش قيمه كدوري. انما مانويل جوزي رجع على ماتش السيمي فاينل لما عمل الحركه دي، كان الاهلي بقى له في الدوري الاسماعيلي والزمالك مظبوط، وقارنوا يلعب الماتشين دول ببطولات وخسرهم. خسر الاسماعيلي 1-0 وخسر الزمالك 2-0 مظبوط، وكان هيلعب نفس الفرقتين في الكاس. بس رجع بقى، رجع هو بقى قبليها. لما رجع قبليها بدا يلعب بقوام اساسي وحقق التارجت بتاعه. صح. هي دي بقى اللي انا بقول، انت محتاج ان انت في ماتشات الدوري ما تغيرش تغيير كامل. ما برضه جوزيه ما غيرش تغيير كامل، لا هو ادى اعتقد ساعتها 7 لعيبه او 8 لعيبه الاساسيين اللي هم القوام الاساسي بتاع الفريق. اداهم راحه. انما برضه الفريق البديل اللي لعب اسامي كبيره، اسامي من القايمه، ما جابش فريق ناشئين. مش زي مثلا القرار لما خده مجلس الاداره ايام المدرب البرتغالي اللي هو سواريش، لما قعد سواريش 6 شهور او كده ولعب فعلا بفريق صغير. فريق صغير يعني كان مطعم ببعض البدلاء، بس كان الاغلبيه انت بتتكلم فيه حوالي 5 أو 6 لاعبين اول مره يلعبوا مظبوط فيرست تيم مظبوط. فهي حسابات، واللي عامل ده انا في وجهه نظري اللي عامل القلق ده كله مش الكاس. لو ماتش السوبر اتاجل خلاص، يبقى هنا انت بتريح اللعبه تماما. اعتقد هياخدوا كده راحه في نص، يعني ممكن مثلا ياخدوا 3 أسابيع على من شهر 8 يعني. شهر 8 فعلا هيفضى، مش يبقى عندك في اي التزامات. وتبقى انت اعتقد الحاج عامر حسين في وجهه نظري لو هيلعب الاهلي الداخليه يوم 30/7 هيضغط لبطوله الكاس دي عشان يستغل فيها تاجيل ماتش السوبر الافريقي وينهي ويخلص فيها الكاس قبل 10/8 بالظبط. بس هيضطر يستنى الزمالك في نتائجه في البطوله العربيه. صحيح. هيرجع بدري ولا هيكمل للاخر؟ صحيح بالظبط كده. طيب النهارده مين افضل لاعب في المباراه من وجهه نظرك؟ والله النهارده كان في كذا لعيب كويس جدا في الشوط الاول. يعني الشوط الاول شفت ان الاهلي لعب مباراه كويسه، مروان عطيه عمل مباراه جيده جدا. الفريق برده كل خلي بالك الفريق طبعا برده مستوى نادي الاسماعيلي مش افضل شيء، بس الضغط العالي كان فعلا مرعب. النادي الاسماعيلي ما عادش عارف يخرج بالكوره بره نص الملعب، بره نص الملعب عفوا، كل ما الكوره بتروح للنادي الاسماعيلي يا محمد ويبدا يخرج هوب ضغط، يلاقي بلوك معمول له من ديانج ومن مروان عطيه ومدافعين النادي الاهلي كولر موقفهم داخل ملعب النادي الاسماعيلي. انت خانق الاسماعيلي خانقه صعبه جدا، مش عارفين يخرجوا من الكماشه. اعتقد تاخر الهدف هو اللي خلى ممكن الشكل يبقاش افضل حاجه. لكن انا في وجهه نظري لو النهارده هقول مثلا مين يعني اللاعب اللي يعني كان ابرز لاعب في النادي الاهلي، هشوف مروان عطيه. مروان النهارده عمل كميه سبرنتات في نص الملعب، اخطائه كانت قليله. بيرستو طبعا جاب الهدف وكان عامل اداء كويس، بس انا بالنسبه لي مروان فعلا كان دينامو في نص الملعب، وهو اللي محسسك فعلا ان الفريق تمام واقف عليك. طب تشعر النهارده ان كولر بيفكر في ماتش الزمالك؟ اقول لك ليه خالص. طب اقول لك ليه؟ قول. ريح كهربا، ريح حسين الشحات تمام، ما اداش مساحه الا انه يلعب باللعيبه كانت بتشارك بشكل اساسي الفتره الاخيره زي قفشه وده لعبد القادر مع محمد شريف، فبالتالي عايز ومحمد هاني ما بداش فعايز يعمل مخزون بدني للعيبه دي عشان تبقى جاهزه. بس مش اعتقد لكل الاتحاد حتى وحتى الاتحاد ممكن كلامك يبقى منطقي لو قلناه في ماتش الاتحاد. مش حق ممكن تخبر برضه خبرك كولر من نوعيه المدربين اللي بيحط الفتره المستقبليه كلها على بعض، ما يبصش المباراه. واعتقد خبرك برضه كولر مش من يعني لسه برضه ما فهمش برضه اعتقد يعني ايه الثقافه قصة بتاعتنا ماتش عايز لسه برضه يعني فاهم يعني هو اتعلم حاجات كتير قوي في وقت قليل كل ما اشهد له. يعني هو كان اسرع في التعلم اعتقد من فايلر مثلا يعني. بس برضه هو خلي بالك عنده منظومه هو مؤمن بيها ما بيغيرهاش.
سواء كسبان خاص انا بغير في بعد دي ستين مثلا يعني دي من اهم الحاجات اللي دايما اساسيه فاهم قصدي مثلا يعني الراجل عنده سيستم ممشي على الفريق لا 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 يحدو عنه ولا حتى قايد متر واحد اكيد وبالتالي انا بشوف ان هو بيحسب المستقبل كله على بعضه وبيحاول يريح اللعيبه ان هو خلي بالك برده النقطه مهمه هو لسه ما وصلوش خبر السوبر الافريقي لسه ما القرار الرسمي ما وصلوش فدايما هيبقى في دماغه الماتش لسه في ماتش يعني هو عمره ما هيشيل الماتش ده من دماغه او الترتيب له الا لما يبلغ رسمي مفيش ماتش اكيد لكن طول ما الماتش موجود هو دماغه اللعيبه دي انا عايزها فعلا لو انت بنتكلم بصراحه اهم ماتش هتقف فيه الماتش الفتره الجايه السوبر الافريقي اكيد انا الماتش الثاني انا ممكن اخلصها باقل مجهود الدوري خلاص بخلصه والكاس ممكن بتشكيله ثانيه مع كامل احترامي لكن اي منافس في الكاس دي بطوله كبيره منافس في الكاس مش هيبقى زي ما بتواجه بطل الكونفدراليه اكيد يعني. اكيد صح رغم حتى نتائج اتحاد العاصمه حتى في البطوله الجزائريه بطل ضعيفه لكن بطل قاري بطل قاري والمباراه نفسها ليها حساباتها اكيد صح طيب من الحاجات برضو اللي كانت غريبه في المباراه بخلاف الامور الفنيه التحكيم في كلام كتير قوي على القرار اللي خده احمد الغندور وحكم الفار حسام عزب حجاج كره جت في ايد محمد حسن ما جتش في ايد محمد حسن رايك ايه يا كريم طب في اللعبه دي شوف طبعا انا وجهه نظري طبعا اللعبه الامانه لعبه يعني في اكيد فيها مساحه جدل بس طبعا احنا لما شفناها في التلفزيون والتلفزيون بيتيح لك انت تشوف اعداد مختلفه بالزبط. وانت مرتاح يعني طبعا زوية. نظرتك انت قدام التلفزيون مختلفه تماما عن نظره الحكم مختلفه عن نظره الحكم المساعد مختلفه عن الجمهور في ملعب لكن مش مختلفه عن حكم الفار حكم الفار اللي قدامه هو اللي انت في البيت شايفه صح انا وجهه نظري الشخصيه ككريم سعيد اشوف ان الكره هدف صحيح طيب الاعداد اللي انا شفتها ومن سرعه الكوره في 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 تحولها ديفليكشن اللي حصل انها تروح للمرمى صعب ان الكره دي تبقى جت في ايد اللعيب ليه لما الكره يا محمد بتيجي في الايد بيحصل لها ارتخاء او بيحصل لها امتصاص عارف ليه لان اللاعب اول ما الكره بتيجي في ايده تلقائي بيعمل ايده كده مثلا كده كده الايد اصلا بتمتص واسف برضو عضلات الايد مش بنفس قوه عضلات الرجل طبعا من سواء حتى من الفخذ لغايه الانكل تحت صح. الكوره لما تخبط في رجلك كانها خبطت في الحيطه بترتد بسرعه قويه طيب ايه اللي خلق بقى حاله الجدل الجدل أيوة. عشان حاجه واحده ولا كذا حاجه لا كذا حاجه عشان نحل الموضوع للناس يعني فاهم قصدي احنا وتاني هو احنا بنتكلم يا جماعه احنا بنتكلم في رياضه وكل واحد له وجهه نظره وتاني حب ان يعني شيء او الانتماء لشيء ملوش دعوه بانك تقول اللي عينك شايفته عشان نبقى واضحين مع بعض الحرق اللي خلق حاله الجدل دي زميلنا الكابتن كريم حسن شحاته البرنامج بتاعه قال ان محمد حسن قال لهم ما قالش في تصريح رسمي قال لهم ان الكوره جت في ايدي جت في ايدي وفي رجلي وراحت للجول هو بيقول لمسه لمسه مش يعني حفت هو على مسؤوليه مين عشان نبقى واضحين جدا لان مفيش تصريح احنا سمعناش محمد حسن محمد حسن ما سمعناهوش قال كده احنا بنقول اللي انا بشرح اللي نقله كريم واللي خلق حاله الجدل في نفس التوقيت المواقع الزميله لينا في الانترنت قالوا ان محمد حسن اقسم 30 يمين ان الكوره ما جاتش في ايده وان الكوره جون وفضلنا قدامه وجهتين نظر طبعا اكيد من حق بعض الجماهير والكثير من جماهير الاهلي انها تستشهد باللي قاله الكابتن كريم حسن شحاته لانه بيطفي على الغاء الهدف شرعيا صح يبقى بالزبط. خلاص كده يا جماعه احنا مفيش الاهلي ما اتحباش بالظبط راح طلع محمد حسن على انستجرام وقطع الشك باليقين راح قال للناس ايه جول عشان يبرأ نفسه من سكه ايه الكلام اللي قاله ممكن لتيم الاعداد وانا بصراحه انا بكل امانه انا في الشغلانه دي يا محمد بقالي اهو اكتر من 20 سنه انا بقول لكم ربما الولد قال للمراسل يعني قال ربما كنت صرح مراسل كريم سعد والمراسل على المستوى الشخصي مش مستوى الاسم والمراسل بلغ كريم فكريم قال الخبر على الهواء من غير ما هو كان المفروض بقى كريم يعمل ايه يقول له لا هات على التليفون ما تقوليش على لسانه هاته هو يقولها بعظمه لسان نسمعها منه عشان الموضوع ايه يخلص لان ببساطه محمد هيطلع يقول لك اصل لك على حاجه
كابتن ياسر عبد الرؤوف كان داخل يحلل اللعبه أي. وكان لسه هيقول رايه فيها الفني أي. وقف وقال خلاص طالما اللعيب قال لمسه يد. لا احسن انا محمد احنا في الصحافه بقالنا كام سنه كام يوم انت اتكلمت مع انا اسف يعني اتكلمت مع المصدر خارج الاطار الرسمي غير قال لك حاجه قال حاجه واول ما يجي يقول لك يا كابتن محمد انت هتسجل او هطلع المايك طب ثانيه واحده بقى ثانية عشان واحدة. عشان اقول لك بقى انا عايز اقول كتير يعني حصلت كتير بص يعني دي شغلانتي فتاني هي الموضوع طبعا بكره الصبح هينتهي يعني مش على فكره كده كده الدوري يعني الدوري محسوم للاهلي ومش ده اللي هيفرق في مساله بطل الدوري احنا بنتكلم احنا بنتكلم في الصح والغلط دي انا يعني احنا هنا ده شغلنا احنا هنا مش بنتابع مباريات كمشجعين احنا بنتابع مباريات كشغل احنا اللي انا شفته انا بتكلم على مستوى الشخصي اللي انا شفته ان الكوره هدف كوره الديفليكشن حصل في الفخذ ده اللي انا شفته من الكاميرا اللي كنت اتمنى ان حكم الفار يجيب عشان يقطع دي بقى الجزئيه الثانيه حكم الفار غلط طبعا لان المفروض انت عندك طبعًا. ما يقرب من حوالي مثلا 5-6 زوايا بتوع الفار لازم تعرضهم لحكم المباراه طبعا وحكم المباراه غلط لان المفروض لو حكم الفار جايب لك لقطه واحده او زاويه واحده تطلب زوايا ثانيه صح صحيح عملوا حاله جدليه بدون لازمه الموضوع مش مستاهل انت وفي نفس حاجه ثانيه خلينا معاك يا محمد الكوره اللقطه اللي احنا بنقول ان هي كانت موضعه اتعادت اتعادت موجوده اللقطه موجوده اتعادت واحنا انا اسف يعني هو البرنامج يعني هنا اسمه في كتفك يا اهلي لو الحاجه ضد الاهلي هنقول ضد الاهلي عادي الموضوع مش حرب يا جماعه موضوع دي رياضه واللي انت بتشوفه قوله احنا بنتكلم في نطاق رياضي الكوره ببساطه تعالوا نقلب كده انا اسف طب معلش تعالوا نقلب المشهد والكره دي كانت لصالح النادي الاهلي ما كناش هنسكت كان يبقى الوضع ما كناش هنسكت ما احنا ياما انتقدنا التحكيم في مواقف كتير ايه اللي يفصل انك تقول الحق بالظبط الموضوعي الاعلام الرياضي موضوعي وليس محايد الاعلام الرياضي موضوعي يعني موضوعي تحلل اللي انت شايفه لقطه بلقطه ما تجمعش ما تجيش تقول ايه اصل والله حصل سنه 80 وحصل سنه 70 واستشهد ببطولات ثانيه لا انا ماليش دعوه بكل ده انا ليه حاجه واحده اللقطه اللي قدامي اتفضل يا كابتن مع يا استاذ محمد سعيد اتفضل اللقطه دي رايك فيها ايه جت لقطه مشابهه ليها ماليش دعوه بيها هي احنا بنحكم على كل لقطه فانا في وجهه نظري انا اللي خلق حاله الجدل دي ان الناس قالت ان محمد قال لي تيم الاعداد بتاع الكابتن كيحة وعلى طول راح محمد حسن نفى وراح قال لك الكره جول بالظبط ايا كان كده كده الاهلي بطل للدوري هي مساله وقت ومساله ايام والاسماعيلي على فكره عنده مباراتين لو كسب مباراه منهم قعد في الدوري بس برضه يا جماعه ما انت ما تجيش بعد 32 مباراه نتائجك سلبيه تمسك في كوره وتقول دي اللي تقعدنا ولا يعني بس التحكيم بغض النظر بقى عن الاهلي والاسماعيلي التحكيم عليه مليون علامه استفهام ويا كريم بامانه من خلال برنامج في كتفك يا اهلي قبل مباراه القمه باسبوع فبنحذر من فكره اداره حكم مصر لمباراه القمه في اللي احنا شايفينه قلناها في الدور الاول قلناها في الدور الاول بلاش يا جماعه الوضع هو بيريرا اوكي انا محترم والله الكلام وانه عايز يعتمد على الحكام الشباب هو بيريرا فين دلوقتي والله ما اعرف بيريرا مش في مصر بيريرا في اجازه من قبل عيد الاضحى في اجازه اتمنى ان اضم صوت محمد اتمنى يكون في حكم اجنبي ان شاء الله هنبارك لبعض الاسبوع اللي جاي ويكون الاهلي بطل الدوري العام وتكتمل الخماسيه خلال هذا العام إن شاء الله شكرا لك يا كريم شكرا يا محمد شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه وان شاء الله تكون حلقات التتويج مع في كتفك يا اهلي عبر منصتي يلا كوره وجي ال سي الى اللقاء